السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعي قناة أسماء للتفصيل، أهلا بحضراتكم. هنقول النهاردة فكرة الجاكيت ده أو الكارديجان ده معمول إزاي. تعالوا كده نشوف خطوات العمل. الموديل بتاعنا يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين كده، الكول بتاعته كول شال عريضة من ورا والظهر أقصر شوية من قدام. تعالوا كده نشوف خطوات العمل. الخامة بتاعته صوف تقيلة يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين كده. هياخد مننا حوالي مترين، من مترين لمترين ونص قماش، عرض 150، لأن الكولة بتاعته كبيرة ودي هتاخد قماش كتير وعريضة من ورا. نشوف صورتها كده من ورا، شايفين عاملة ازاي. فهياخد قماش يبان من الصورة ان هو متبطن، فلو هتعملي بطانة هجيبيله حوالي برضو حوالي يعني ده هياخد متر ونص قماش بطانة بس، لأن الكولة بتتعمل من نفس السجاف بتاع الكولة، بتعمل من نفس الخامة الرئيسية اللي هي الصوف. ممكن ما تبطنهوش، فأنا هقولك، لا هقولك يعني تعملي ده ازاي وده ازاي برضو، اللي مبطن أو اللي مش مبطن. تعالوا بقى كده نشوف خطوات العمل. حاجة هنعملها يا جماعة ان احنا هناخد طول الظهر. طول الظهر باخده طبعا من اعلى حتة في الكتف او من اعلى سلسلة الظهر لغاية الطول المطلوب، وليكن هيبقى مثلا لغاية كده قصير، يعني حضرتك اللي بتحددي الطول بتاعه. فانا كده مجهزة الجزء ده كده، هعتبر ده الظهر، الطول بتاع الظهر. طيب الوسع قد كده ايه؟ اوسع شوية من من نص دوران الارداف. يعني مثلا لو عندي دوران الارداف مثلا 100 110 مثلا، فانا هاخد الجزء ده المفروض باخده 55، لا انا هزود شوية من الناحية دي وشوية من الناحية دي، خلاص يعني هتزودي حوالي 2 3 سنتي من كل ناحية. هنيجي نعمل ايه؟ اول حاجة بنقص الظهر عادي خالص زي ما احنا متعودين. اول حاجة بناخد عرض الاكتاف من هنا لهنا، وهاخد المقاس ده وبقسمه على الاتنين وهحطه هنا، هيطلع مثلا لغاية كده. اول ما باخد النقطة بتاعت الاكتاف دي بروح نازلة 4 سنتي منها كده. تاني حاجة بناخد دوران الرقبة. دوران الرقبة بقسمه على 5. لو عندي الرقبة 35 الناتج مثلا بعد ما بقسمه على 5 بيبقى 7، هيطلع مثلا من هنا لهنا لهنا كده. بنزل، هتنزلي في الخلف 2.5 سنتي او 3 سنتي اهو كده، وهوصل ميل الكتف. هنيجي كده يا جماعة نعمل ايه؟ نحدد خط الصدر وخط الوسط وخط الارداف عشان نبدأ ناخد المقاسات بتاعتنا مظبوطة. خط الصدر بيبقى من اعلى حتة في الكتف لغاية اعلى بروز في الصدر، خلاص يعني هنا خط الصدر في المنطقة دي كده، اعلى بروز بيبقى هنا من النقطة دي للنقطة دي كده، فده كده بيحدد لي مكان خط الصدر. هاجي كده نفترض المقاس بتاعنا كان لغاية كده، خط الوسط من نفس النقطة برضو أعلى حتة في الكتف لغاية الوسط اللي هو أرفع جزء في الجسم فوق السرة ب4 صوابع، يعني لما تحطي 4 صوابع كده فوق منطقة السرة هتوصلي لخط الوسط، أو تربطي حزام جامد على الوسط هيستقر في أرفع حتة. فهنيجي ناخد المقاس برضو من هنا كده، مثلا ده خط الوسط. بعد خط الوسط ده بتنزلي 20 سنتي عشان توصلي لخط الأرداف، وليكن هنا. بعد خط الأرداف بشوف الطول المناسب للظهر من ورا وبحدده. أنا بس هساوي ده. هنيجي نعمل ايه يا جماعة؟ بعد كده هنيجي ناخد الدورانات بتاعتنا. الدورانات يا جماعة، والدورانات طبعا لبس شتوي هوسعها شوية، فهزود على دوران الصدر
من 4 ل 6 سنتي، دول هتزوديهم اساسي في كل انواع الجواكت والبلاطي الشتوية. بزود المقاس الدورانات دي، بنزود من 4 ل 6 سنتي. فهاخد الدوران ده زائد الاربعه او السته سنتي اللي هو دوران الصف، وباخده كده واقسمه على الاربعه. تمام كده، هاخد المقاس كده وهقسمه على الاربعه واحطه هنا على خط الصدر. طلع المقاس بتاعي مثلا لغايه كده، خلاص خدت علامه. هاجي برده للوسط واخد الدوران واقسمه برده ايه على الاربعه، طلع مثلا لغايه كده. الارداف خدناها برده بعد ما حطينا برده المقدار اللي احنا قلنا عليه وقسمناها على الاربعه، طلعت لغايه كده. المفروض ان انا بوصل كده خلاص. لكن انا الجاكيت بتاعي او الكارديجان وسطه واسع، مش مجسم من عند الوسط، يبقى انا مش همر على نقطة الوسط دي خالص. لا، ده انا هاجي اتجاوز عن النقطة دي، اوصل كده يا جماعة من خط الصدر لخط الارداف، بس هميل ميلة خفيفة كده من ناحية الوسط اهو. خلاص، يبقى بتجسيمة خفيفة من ناحية الوسط، لكن ما عدتش على النقطة الأصلية. طيب تعالوا بقى نشوف هنحرد الحردة بتاعت الجيرو ازاي، او حردة الباط ازاي. زي ما احنا متعودين، كنا بنلف المزورة حوالين التقاء الدراع بالكتف، الجزء ده كده بلفه من ورا ومن قدام، وما بسيبش وسع في الجزء ده، وباخد المقاس ده واقسمه على الاتنين. بنلفه كده حوالين الدراع من فوق يا جماعة، اللي هو التقاء الدراع بالكتف بيلف حوالين الدراع كله من فوق، من هنا من هنا كده، وما سيبش اي وسع خالص في الجزء ده. نفترض المقاس كان عندي 40 سنتي، يبقى بنزل 20 سنتي على طول من الخط ده، بنزل كده 20 سنتي. نفترض ال 20 سنتي وصلوا لغاية كده، فبروح مسطرة كده اهو، واروح واخدة خط كده موازي لخط الصدر، وهطلع من هنا 2.5 أو 3 سنتي اهو كده. بعمل كده. الموديل بتاعنا واسع، ويعني ممكن اعمل فيه حردة امامية للامام، اعملها لكم برضو للجزء الامامي. لما اجي احرد الجزء الامامي هنحرد فيه جزء كده ندخل 1.5، بس خلينا دلوقتي في الظهر. خلاص كده يا جماعة، المفروض بتعمليه الاول على ورق، يعني انا هتخيل ان دوت ورق، انت بترسميه الاول على ورق خارجي، وبعد كده بتحطيه على القماش وتحطي زيادات الخياطة. بس انا هوريك التركيب على الورق ده كده عشان ما عنديش خامة اشرح لك عليها. هقص كده يا جماعة، انا كده قصيت الظهر. تعالوا بقى نشوف الصدر هنقصه ازاي. الظهر ده كده بتعملي كده في علامة هنا في النص، في نص الحركة. تعالوا نشوف هنقص الجزء الامامي ازاي. نشوف الجزء الامامي هيتقص ازاي. الجزء الامامي يا جماعة هاخد قطعتين قماش اطول من فوق كده بحوالي 20 سنتي، من هنا من عند حردة الكتف او حردة الرقبة هطلع لفوق حوالي 20 سنتي. طيب والوسع من هنا هتزودي برضو حوالي 20 سنتي، والديل من تحت كده هيطول حوالي 15 سنتي. يعني معنى كده ان انا هاخد قطعتين قماش من هنا 15 ومن فوق هقول 20، يبقى 35، يبقى اطول من الطول بتاع الظهر ده بحوالي 35 سنتي، والعرض كده حوالي بزود في كل طرف حوالي 22 سنتي. تمام كده. تعالوا نشوف بقى كده هنقصه ازاي. اول حاجة يا جماعة، انا هرسم، هسيب الجزء ده زي ما قلت حوالي 20 سنتي زيادة،
20 سنتي من هنا زيادة. هنرسم الكتف بتاعنا، وطبعا سايبة الأمام هنا زيادة كتير، وهرسم حردة الجيرو، وهرسم التكسيمة بتاعت الجاكيت اهي لغاية الجنب وهقف. خلاص لغاية الجنب كده وهقف. ده طبعا الظهر بتاعنا اهو بادئ من هنا اهو كده، اعمله بخط اهو بادئ من هنا لهنا، ده الجزء الديل من تحت بتاع الظهر. من علامة النص بتاعته كده هتروحي نازلة لتحت خالص كده، خلاص، وهتعملي خط مستقيم من الطرف كده، ده كده تمام كده يا جماعة. بعد ما وصلنا ده كده يا جماعة بالنقطة اللي نزلنا بيها من النص لتحت، وقلت الطول ده هيبقى حوالي من 13 ل 15 سنتي، الجزء ده الفرق بين الطول الخلفي والأمامي. خلاص كده يعني هقول 15 سنتي، خلينا في الطويل 15 سنتي، ده الجزء ده. هعمل ايه؟ هوصل بعد كده من هنا لهنا، ده خط النص يا جماعة، باينة وصلت كده. فهروح طالعة بقى بخط مستقيم من هنا. الخط المستقيم ده عرضه قد ايه؟ عرضه حوالي 12 سنتي، الجزء ده كده حوالي 12 سنتي. بعد ما خدنا الخط ده اللي قلت عرضه 12 سنتي، انا عايزة اوصل لفوق بالتدريج لغاية ما اوصل لعرض الكول من فوق، اللي هي الكول شال بتاعتنا من فوق. تعالوا كده نشوف الكول شال واصلة لغاية فين. شايفين كده يا جماعة الكول شال واصلة لغاية فين؟ جاية كده من عند، يعني لو ده خط النص، من عند السبعة بتاعت الرقبة، بتقيسي الجزء ده اللي انا قلتلك حوالي 22 سنتي زيادة مزوداهم انا، او يعني هتقيسي كده، شوفي نازل مغطي حتة من الكتف. هنشوف العرض ده قد ايه، احنا كنا مزودين 22 سنتي، وجاي كده من عند خط الكتف. نشوفها في الصورة دي اوضح، الزيادة بتاعتها جاية من هنا، يعني خط الكتف اهو ده كده. هوصل بالكولشال بتاعتي لغاية النقطة دي، ونشوف هنرسمها ازاي، اللي هي بعدي كده من بعد خط الكتف كده حوالي 10 سنتي، وهنشوف هنرسم الكولة ازاي. هنيجي كده يا جماعة من بعد خط الكتف اهو، وهنزل كده حوالي 10 سنتي او في الجزء ده كده، وهتعملي خط كده وهمي، يعني ده خط كده بترسميه بس كده لغاية اخر القماش اللي انا سايباه من هنا حوالي 22 سنتي. خلاص بنقطة العشرة سنتي، الاتناشر سنتي اللي تحت دي هوصلها كده للجزء ده كده. ماشي كده يا حبايبي، كده خلصنا الجزء ده من قدام. تعالوا بقى نشوف هنقص بقية الكولة ازاي. انا عندي كده يا جماعة دي حردة رقبة، هعملها بلون مختلف شوية، دي حردة الرقبة الخلفية، وده خط النص بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. هنيجي نعمل ايه؟ بنيجي نقيس الحردة الرقبة الخلفية دي كده زي ما هي كده، يعني مش بقيسها خط مستقيم كده، لا انا بدور المزورة كده عشان اخد الدوران كله، بيبقى مدور كده، مدورة كده. الدوران ده كله زي ما هو كده هطلع بيه بميل كده، خلاص هطلع بيه زي ما هو كده اهو، حتى هاخده بنفس الميل بتاع حردة الرقبة، يعني كأن حردة الرقبة الخلفية محطوطة هنا بس معكوسة، معكوسة شوية عكس اتجاه دي، دي مثلا طالعة لفوق دي نازلة لتحت. خلاص بعد كده هطلع لفوق العشرين سنتي اللي احنا ايه واخدينهم اهو. خلاص العشرين سنتي دول مش هطلع بيهم زاوية قايمة كده، هوسعهم شوية كده، هوسعهم شوية، مش هيطلعوا كده خلاص، عشان ده الكولة طويلة من على الظهر تبقى مرتاحة. خلاص وسعتهم كده شوية، ده طلعتهم بميل للخارج شوية كده. هاجي بعد كده من الطرف ده وبشكل دائري هتوصلي ده بده كده، هنوصل ده
كده. شايفين الشكل بقى عامل ازاي؟ هنقص كده يا جماعة ونشوف. هنشيل بقى الظهر كده خلاص، معدلوش لازمة معانا كده. هنقص بسم الله. يعني انا يا جماعة بحاول هقول لكم افكار للقص، لكن مش شرط ان انا يعني اركب، بس هقولك برضو ازاي تركبي يعني باختصار برضو. ده كده حردة الجيرو الأمامية يا جماعة، قلنا بندخل من هنا 1.5 سنتي كده ونروح مقورينها كده شوية، داخلين لجوه كده شوية بس اهي كده. شايفين الشكل ده كده؟ هنروح قصين عليه كده. هقص بقى الكولا بتاعتنا. طبعا الكولا دي يا جماعة لو هو الجاكيت شكله مبطن، لو هتقصي بطانة هتقصي زي الجاكيت بالظبط، بس هتيجي للجزء ده كده من نص الكتف، من نص الكتف لغاية الجزء ده كده. الجزء ده كله هيبقى من نفس الخامة الرئيسية بتاعتنا اللي هي الصوف مثلا. هقص قطعتين بالشكل ده اللي هو اللي انا حددتهم دول، ده عشان يبقى سجاف. نبص كده على شكل الكول بتاعنا. بيبقى بالشكل ده كده، وطبعا في حزام ضامن الجاكيت بتاعنا. الجيب يا جماعة بنحدد الخط بتاعه. الجيب طبعا بيبقى الحجم بتاعه اللي هو يدخل كف الايد، يعني بيبقى الطول بتاعه بتحسبيه كده، عشان لو هتعملي الموديل ده لحد صغير، لكن انت ممكن في الكبار معروفة يعني هتسيبي جزء قد ايه. خلاص، فانت كده بتشوفي القدر اللي هيسمح بدخول وخروج الايد. مثلا هعمل الخط ده كده، خط مايل كده طوله حوالي 16 أو 17 سنتي، وبيبقى بعد خط الوسط بحوالي 10 سنتي. يعني لو ده خط الوسط هنزل كده 10 سنتي وهبدأ اعمل الخط المايل ده اللي بحاول ارسمه في الناحيتين. يعني زي ما هنا ممكن اعمل كده دبوس في الجزء ده كده، اربط بدبوس من هنا ودبوس من هنا وعلم الخط علشان ايه يبقى متطابق في الناحيتين كده. ده اهو كده فباجي من الناحية التانية دبابيس اهي. خلاص بعمل نقطة كده ونقطة كده وبسطر ده كده. يبقى انا كده علمت الجيب في الناحيتين. تعالوا بقى نشوف هنقفل ده ازاي، وهقصلك سجاف للكول. سجاف للكولة بتاعتنا يا جماعة. الكولة طبعا انا هاخد طبقتين من القماش زي ما حضراتكم شايفين كده. انا هعملها لون مختلف شوية علشان تبان. انا ممكن ابدأ الكولة بتاعتي من الجزء اللي هو ال 12 سنتي اللي كنا سايبينهم كده لغاية تقريبا نص الكتف كده. يعني انا هحدد كده كده، هبدأ ارسم الجزء ده اللي انا هقصه كولة بسجاف للكولة بتاعتي. طبعا لو حضرتك هتقصي على القماش هتشف الاجزاء دي، وبعد كده ما تيجي تخيطي تسيبي لازم تسيبي جزء زياده للخياطه. انا حددت كده، يعني لو خط الكتف اهو انا حددت من هنا لهنا، هقص كده من هنا لهنا. ممكن اعملها بمسطره او بتعمليها بايديكي زي ما تحبي يعني. اهو هنيجي نحط الكولو دي تاني كده ونشوف. نحط الامامي بتاع الجاكيت بتاعنا.
لو انا هعمل بطانة يا جماعة، انا قصيت لغاية كده سجاف اللي انا هقصه دلوقتي، الجزء الباقي ده المتبقي ده هتعمليه من البطانة زائد الظهر كله هيبقى من البطانة. تمام كده؟ عشان انا مش هعمل بطانة، انا هحط لك طريقة تركيب البطانة هحطها لك في صندوق الوصف. كمان الكم بتاعنا هنا، كم الجاكيت ده او الكارديجان ده اللي هو الكم القطعتين، انا لسه منزلة الفيديو بتاعه امبارح، فهحط لكم برضو الطريقة بتاعته في صندوق الوصف. ما كانش هتقصي كم عادي خالص، انا هقص لك هنا كم عادي خالص. هقص انا بقى كده يا جماعة السجاف بتاعنا. خلاص بقى كده هنشيل ده. ده كده السجاف بتاع الكولا. زي ما قلت لحضراتكم لو هعمل بطانة الجزء اللي لونه اورنج ده هيبقى هكمله هقصه زيه كده من قماش البطانة، وهضيف كمان هعمل الظهر كله من البطانة هقص زيه بطانة. يعني هيبقى عندي قطعتين اللي هما كده باقيين من السجاف دول هيبقوا ايه، بطانة زائد الظهر زائد الكمام طبعا. انا اول حاجة يا جماعة هعرفك ازاي بس تعملي الجيب ده على السريع، وبرضو هو له فيديو عندي منفصل بس انا برضو هشرحهولك هنا، وهشرحلك طريقة تركيب الجاكيت ده او الكارديجان ده، وانتي بقى يعني اجتهدي شوية بقى مع نفسك. الوش بتاعنا، وهنجيب قطعة قماشة عرضها حوالي 12 سنتي وطولها اطول من الخط اللي انا عاملاه ده للجيب. الخط ده زي ما قلنا هنحدده اللي هو يسمح بدخول وخروج الايد. فانا هجيب قطعة قماشة كده قطعة قماشة اهي يا جماعة، هحط لها فازلين. الفازلين هيبقى هو المقابل ليا، ده وش القماش وده وش القماش، فهحط كده وش الوش. بس قبل ما اعمل كده هتني القماشه بتاعتي كده من النص، وهحاول اثبتها على الخط اللي انا ايه عاملاه زي ما حضراتكم شايفين كده. خلاص حطيت النص على النص، هنروح جايين بس مبدئيا كده مدبسينها، والخط اللي انا عاملاه من النص ده لازم ايه احدده اهو، ده كده هنسطره بس انا هحدده كده دلوقتي بس على ما اذبس ده عشان ايه الشكل بتاعنا ما يروحش مننا اساسا. زي ما حضراتكم شايفين كده انا دبست عشان ما يتحركش، هسطر الخط، واعذروني بقى الحجم صغير عشان يبان بس في التصوير. سطرت كده خط النص اهو زي ما حضراتكم شايفين. عايزه اشوف بقى عرض الجيب بتاعنا قد ايه، حوالي 2 سنتي مثلا، يبقى هطلع من هنا سنتي بره الخط ده سنتي. انا عامل بس نموذج صغير يا جماعه اقل شويه، ومن هنا انت هتطلعي سنتي برضو. خلاص هنسطر الشكل ده كده خلاص، وهنقفل المستطيل بتاعنا اتقفل اهو. هترتفعي على الخط ده سنتي وتعملي علامة كده كأنك بتعملي مثلث او 8. من هنا برضو هنرتفع هنطلع سنتي، من هنا لهنا سنتي، وهنعمل الخط المايل ده اللي هو مثلث هنا مثلث مقلوب. المفروض ان انا هخيط حوالين الجزء ده كله، حوالين المستطيل هخيط كله، هخيط طبعا على المكنة.
خلاص زي ما انتم شايفين كده بخيط حوالين المستطيل اللي انا رسمته. خيطت كده حوالين المستطيل كله من الاطراف كده، مش عارفة الخيط مش واضح كده كده حوالين المستطيل من بره. كل اللي احنا نعمله هنعمل ايه، ان احنا هنيجي خلاص بقى نشيل الدبابيس دي بقى خلاص ما بلاش لازمة، وهشق من النص، هفتح كده لغاية المثلث اللي انا عاملاه وهدخل، بس اوعي تطولي فتلة من القماش من الخياطة اللي احنا عاملينها، يعني هقص للاخر قبلها بملي هقف. شايفين المثلث ده من الناحية التانية كده برضو هقص. انا برضو هبقى احطلكوا يا جماعة الفيديو بتاع الجيب الشق في صندوق الوصف. خلاص شقيت انا كده ايه المثلث اهو، يمكن يكون باين من هنا اكتر، مثلث اهو ومثلث اهو. هبدأ ادخل القماشة دي كلها لجوه. هتفرديها الاول كده خالص عشان تبقى مرتاحة. خلاص كده بقى عندي شكل مفتوح اهو. هنروح جايين كده للجزء ده مطلعينه لفوق كده خلاص، وزيادة الخياطة دي هتطلعيها لفوق وهتتني على مستوى الفتحة دي، هتتني كده على مستوى الفتحة. هعملها لكم بدبوس ونشوف. انا تنيت دي على مستوى الفتحة، لما بص هلاقي الجزء ده اهو، ده الجزء بتاع الجيب اهو. خلاص الظهر كده تاني يا جماعة، وناخد الطرف التاني ده كده وننزله لتحت. الاول بقى هنروح شايلين الزوايد دي كده، وهنجيب الجراب بتاع الايد اللي هنعمل الجيب بتاعنا بيه. طبعا ما بتاخدي جراب بتاخدي جزء كده على قد كف الايد، انا طبعا بعمل نموذج صغير. هيبقى معايا قطعة قماشة كده، قطعة القماشة دي هثبتها في الطرف ده، في الطرف ده كده، وبعدين في الطرف ده. نفتحها كده هنلاقي ده الجراب بتاع الجيب بيتقفل بقى من الجناب كده، من هنا ومن هنا. ده الجيب بتاعنا اهو كده يا جماعة اهو، وده الجراب بتاعه من جوه. خلاص ده كده بالنسبة. نشوف هنقفل ازاي يا جماعة. اول حاجة انا هقفل الاكتاف، خلاص ده الظهر، وهحط عليه الامامي اهو وش الوش، وبنقفل الكتف ده الاول، الكتف وبعدين الجناب.
تمام يا جماعة الجناب اها، وقفلت الاكتاف بتاعتنا. تعالوا نشوف بقى هنقفل الكولة بتاعتنا ازاي. هاتني كده من النص اهو، دي كده شكل الكولة من ورا، ودي حردة الرقبة الخلفية. الظهر كده مقسوم من النص، يعني انا كده ايه اهو كده باين الظهر اهو. فهاجي اقفل الجزء ده على قد ده، يعني نشوف هنقسهم الاتنين على بعض، يا دوبك هي هتتقفل كده. هقفلها ونشوفها. قفلتها اها، كنا تانيينها كده عشان نقيس المقاس على بعضه. بعد كده المفروض ان انا بقفل الكولة من ورا كده في فتحة الرقبة الخلفية، بقفل كده هقفلهم مع بعض. قفلتها اهي، باجي كده من الزوايا، والمفروض يعمل شق صغير، يعمل تريحة كده من الزوايا كده من هنا. تعالوا بقى كده ايه نشوف، انا هقصلك الكمام عادية، لكن لو عايزة الكم القطعتين فالكم القطعتين انا حطاه لسه منزلاه على القناة، حطهولك في صندوق الوصف. ده كده يا جماعة بيبقى الشكل، وطبعا بتربط بحزام من الوسط. نص الكم ازاي؟ بناخد كده قطعتين قماش طولهم كده طول الدراع، زائد طبعا بتحطي جزء للخياطة، والوسع بتاعهم كده اكبر من دوران الدراع زائد 4 سنتي، يعني اتخن حتة في الدراع زائد 4 سنتي. مثلا طلعت من هنا لهنا بسيب جزء، لو انا بقص على القماش على طول بسيب جزء من هنا كام سنتي كده زيادة الخياطة، من هنا حوالي 3 سنتي من كل ناحية عشان الخياطة. هنطبق كده الكم بتاعنا كده يا جماعة من النص، وبنيجي ناخد الجزء ده كده زي ما احنا تعودنا اهو، باخد المقاس ده كده يا جماعة وبزود عليه كام 2 سنتي، وبقسم بيه الزاوية القايمة دي، دي كده زاوية قايمة، فبروح عاملة كده بقى خط ايه مستقيم اهو ماشي كده. نهاية الخط ده يا جماعة بتبقى بداية خياطة الكم. بقسم الخط ده لأربع أجزاء متساوية خلاص من النص كده، وكل نص بقسمه النص. آخر نقطة فوق دي أو أول نقطة فوق دي من عند الناحية السليمة بروح طالعة 1 سنتي، والنقطة الأخيرة في اتجاه الكم بنزل 1 سنتي، وببدأ أوصلهم أوصل كده. ماشي. طيب انا عندي حرد امامية في الكم، هاجي الجزء منهم وليكن ده النقطة الاخيرة دي، هدخل 1.5 سنتي من هنا كمان وهعملها كده لغاية العلامة اللي في النص دي بس، وهقف ماشي كده يا جماعة. هتبقى دي كده للامامي، بظبط بقى وسع الكم من تحت على وسع الجزء ده اللي هو هيسمح بدخول وخروج الايد بسهولة، واقسم على الاتنين واحط هنا. طلع المقاس مثلا لغاية كده بوصل ده بده، ده كم عادي، وتسيبي طبعا زيادة للخياطة لما تيجي تقصي. لو بتقصي على القماش بتسيبي جزء كده، ما كانش اعملي شغلك كله الاول على ورق وبعد كده ابقي ايه ظبطي على القماش. بعمل هنا علامة خياطة، وبعدين بقص الجزء ده اللي هو الامامي. وانا يا جماعة هحطولكوا كم الجاكيت القطعتين او البلطو في صندوق الوصفة، انا لسه شرحها زي ما قلت وشرحها بطروم. خلاص كده يا جماعة هنقفل الكم بتاعنا وهنبدأ نخيط الامامي مع الايه الامامي. قفلت الكم يا جماعة، بظبط الامامي مع الامامي، وهنيجي نعمل كده علامة في النص للكم، وممكن اركب كده ان انا اظبط النص على النص كده بتاع الكم اهو، واقعد الف بالكم اخيط اخيط، وبعد كده اسحبه من جوه واقفله.
اظبط الجزء ده الاول اهو، او ان انا بروح جايبه ظهر الجاكيت كده اهو، واروح والكم يكون على الوش، على الوش بتاعه، واروح مدخلاه كده كده اهو، واجيب الخياطه بتاعت الكم دي احط الجنب على الجنب ده، وابدا اخيط الكم كله في بعضه كده اهو، زي ما حضراتكم شايفين كده خلاص هيتخيط كله داير حوالين الايه الفتحه بتاعت الكم. خيطتكم كده يا جماعه، تعالوا نشوف هنركب الكوله بتاعتنا ازاي. الكوله بتاعتنا برضو هاجي واقفلها من هنا، هما دول الطبقتين اهو، ولو محتاجه فازلين هحط لها فازلين، اذا القماش تقيل او زي الصوف اللي في الصوره كده تقيل ممكن ما يحتاجش فازلين. هقفل كده يا جماعه وبعدين نشوف هنركبها ازاي. قفلتها اهو، ولو انا هبطن بعمل بطانه زي الجاكيت ده كده بالظبط بكمامه بكله، وطبعا الجزء ده من ضمن البطانه اللي هو السجاف ده، فهعمل طبقه يعني حاجه كوبي من ده بكمامه بكل حاجته، وهاجي اروح حاطاه كده خلاص كده يا جماعه اهو، وش الوش هتبقى وش البطانه لوش الايه الجاكيت، وهبدا اخيط كله كده من الاطراف. انا هنا طبعا عامله سجاف بس، فاللي هو هخيط كده من اول هنا كده الجزء ده كله هيبقى كده كده حوالين الرقبه، اراعي ان خياطه النص دي تيجي مع خياطه النص اللي هنا، ونخيط بقى ايه كده والطرف التاني من هنا، خيطه ونشوفه. خيطتها كده يا جماعه كلها زي ما حضراتكم شايفين اهو. هنبدا طبعا الدورانات دي كلها لازم تشققيها علشان ترتاح في الخياطه، نقلبها كده وخيطنا طبعا الطرف ده من تحت كده. وهقول لك برده هتتني دي ازاي لو مش هتبطني. بعد ما قلبناه هيبقى بالشكل ده، لو في بطانة هيبقى مفيش مشكلة لان كل زي بعض وبتقفل جميع اطرافه، لكن لو مش هتبطني هنيجي بقى الكولة من جوه كده، وده هيتني كده، او بتعملي لها جزء سجاف بس ممكن تتنيها كده، وطبعا الكتف ده كده الجزء ده كده برضو هتنيه كده، هيتني هنا على الكتف ده في حالة لو مش هعمل بطانة. طبعا الكول دي كلها لازم تاخد بنت خياطة خارجية كده، بنت الخياطة بتاعته يا جماعة. تعالوا بقى نشوف لو انا هتني الديل ده كده ومش هبطن هتنيه ازاي. زي ما انتوا شايفين انا لما قفلت الجزء ده كده، نشيل طبعا الزوايا دي كده، وقلبت كده هلاقي الجزء ده متعلم علامتي التانية بتاعته اللي هو ده كده، فأنا المفروض بتني كده وبتني عليها دي كده عشان تديني مثلث. لو انت يعني مش هتعرفي تعملي الحركة اللي انا هقولها لك دلوقتي، هتعملي كده هتخيطي كده وكده وبعدين تتني الديل من هنا خلاص، لكن في عند المثلث ده في جزء كده انا هعملهولك دلوقتي خياطة، وهيبقى سهل جدا سهل خالص. بعلم انا بس على علامة التانية، احنا كده كنا هنعلم علامة التانية اهي خلاص، فباجي اعمل مثلث صغير هنا، شايفين الجزء ده خيطي فيه مثلث بس كده، اعمليه زي مثلث، هتخيطي الحتة دي كده مايلة يا جماعه مثلث اهو كده، وانتي بتظبطيها قبل ما تخيطي المثلث على فكره، لما اقلبها كده اهو.
طبعا الزيادة دي هتتشال، بس انا مش راضية اشيلها لما اوريها لك. خلاص بعد كده بنخيط كده كده ونقفل الايه الديل بقى من ورا ونعمل الطرف التاني بنفس الطريقة. خلاص كده يا جماعة هوريها لكم هنا تاني. انا عايزة اقفل دي كده يا جماعة، دي كده دي كده ودي كده. خلاص باخد النقطتين دول، نقطة الالتقاء دي اهي، النقطة دي مع النقطة دي وبقلبها، ودي هتبقى بداية قاعدة المثلث بتاعي. النقط اللي انا علمتها بداية قاعدة المثلث اللي انا هخيطها. ده كده الشكل بتاعنا يا جماعة. تعالوا بقى نشوف بقى بتعملي بعد كده الحزام، واللي هو الجزء ده خدناه قبل كده كتير، اللي هو الشريط اللي بطبقه كده من الاطراف، بيكون عرضه كده حوالي 3 سنتي، بطبقه كده من الطرف ده والطرف ده، وبعدين بتنيهم على بعض كده وابدأ اخيط من الاطراف بتاعته من هنا ومن الطرف التاني، يعني بيبقى بالشكل ده كده تقريبا. ده كده بتقص الاتنين وبتحطيهم في الجوانب بتاعت الجاكت بتاعك اهو كده هنا. وممكن او انا بقفل الجنب بكون معلمة الجزء بتاعه اهو، بحطه كده بخيط الاول كده من هنا ومن هنا، ممكن اخيط من فوق الوش يعني، هثبته كده وهبدأ اخيط من الجزء ده كده ومن الجزء ده كده. بعد كده بتعملي الحزام كده يا جماعة. بعد كده بنتني الجزء ده لبره كده، وده هيجي عليه كده من الناحية دي، وبينضم طبعا كده بحزام. وبالنسبة للجزء ده لو انت مش هتبطني فانت ممكن تيجي تلزقيه بالفازلين اللي هو البكرة اللي هي الدبل فيس، هتحط شريط وتكوي كده فهيتلزق، او بتروحي لفقاه كده بإبرة وخيط كده مش هيبان لان الصوف بيبقى ايه تخين شوية. الكولا بتاعتنا من ورا يا جماعة، شايفين واخدين شكل الدوران ازاي. وبعدين بقى كده الموديل بتاعنا بقى لما هنحطه على بعضه، اكيد طبعا لما هتنفذيه على قماش هيبقى حاجة تانية غير اللي انا بعمله ده، لان طبعا الورق مش مرن. وعلى فكرة الورق ده بتسأل عليه كتير، ده ورق كريشة يا جماعة بتباع في المكاتب بالمتر، ده اللي بتلف فيه الهدايا. الموديل بتاعنا يا جماعة بعد ما خلص يا رب يعجبكم. بيتحط كده، يا اما الاطراف بتبقى مواجهة لبعضها كده او بتبقى كروازيه فوق بعضها، هنشوف الشكل التاني بتاعها. مقفول على بعضه كده، يا رب الشرح يعجبكم ان شاء الله، وان شاء الله نتقابل في موديلات تانية جديدة، انتظروني. ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.